اكو شخص اسمه سيد احمد عامل فوتك على هاي المخابين موجودة بالشارع، ليش ما تجيبونها ونسويها داعش؟ موجودين 3 اشخاص مختلين عقليا، جبناهم من بغداد يدخلونهم على قطاعاتهم ويفجرونهم، وعلى اساس ان داعش هجم عليها. الانتحار اللي فجر نفسه، يعني هذا الشخص يبيع بنزين عنده لحيه، يعني شخص شويه مختل عقليا، كبوه اخذوه لبسوه ملابس ذبيناه هناك بايده سلاح، اعطيناه حبوب منومه فجروه. هاي قصه المخبل الانتحاري اللي على اساس يعني جاي يفجر نفسه على الزوار بيوم 10 من محرم. جانا أمر إنه نروح نعالج على جبال حمرين، انطلقنا هناك. جانا موقع إحداثيات لازم تنظر في هاي الإحداثيات، وإحدى الإحداثيات هي نقطة تابعة للجيش. ناديت علي قلت له حجي إنه هذا النقطة تابعة للجيش، قال اضربها ما لك علاقة لا تدخلون. أكو ضباط متعاونين ويا سعد الطيس. وفي هاي العمليات الأخيرة من 2020 لحد الآن، كينج اللي هو علي فاضل عمران اللي كان قائد الفرقة الخامسة وهسه هو قائد عمليات، هذا هو سبب خراب ديالي. مبتزين خطية، ما يعني ما يقدر، لا حول ولا قوة، لازم يجي ولازم يبقى ولازم يدافع عنهم، لأن ما يقدر ما يقدر. سامح شيخ بلف النائب هيثم الجبوري تعرفه، كله شاي يحكيها بالتلفزيون يجي ياخذ شدتين ثلاثة من عندهم. يعني كنت باليوم الواحد انقل ما يقارب 70 مليون الى 80 مليون، ومرات يعبر هذا المبلغ يعبر. شلون ياخذون خاوات؟ مثلا انت تاجر، كان جابوا نقطه حطوها يمك تابع لوعهم، هاي النقطه لين مع نهار ترمي. يجونكم يقولوا لك عمي ها سعد الشمري هيك ابتزازه، يروح لسعد الشمري عمي نوخر عنك هاي النقطه، قال لي وخرها، قال اعطينا 5 شباب.